لما بكون في المدرسة بحب ألعب مع الأطفال الصغيرين من مختلف أعمارهم، يعني أجري وراهم، أزغزغهم، حاجات زي كده. ويا بقى لو لقيت في واحد فيهم عامل حاجة بسيطة، حاجة صغيرة قوي لا تذكر كده، أقول له واو برافو عليك، أنت شاطر قوي، أنت عملتها إزاي؟ أنت أشطر ولد في الوجود. ولو لقيت مثلا ولد رسم رسمة عادية، رسمة عادية خالص يعني مش واو ولا حاجة، أقول له برافو عليك، أنت عملتها إزاي؟ دي رسمة حلوة قوي. او لو لقيت مثلا طفل سواء ولد او بنت شكله مش احلى حاجه، اقول له انت جميل قوي النهارده، ايه الحلاوه دي، انت ازاي جميل كده. ويجي واحد من زمايلي يقول لي يا ده انت كذاب قوي، ده انت بتقضيها كذب من اول ما بتيجي الصبح لحد اخر اليوم. هو مش فاهم انا بعمل كده ليه، ومفكر ان انا كده بكذب. لا، في الحقيقه ده مش كذب. والدليل على كده هو التعبيرات اللي بتظهر على وش الولد او الطفل بعد ما بقول له الكلام ده، بعد ما بقول له انت شاطر، انت جميل، برافو عليك، انت سوبر، انت ازاي جميل كده. لو ركزت في تعبيرات وشه بعد ما بقوله الكلام ده هتعرف انا بعمل كده ليه. البشر المختلف اعمارهم وعقلياتهم بيحبوا المدح والتشجيع والتعزي اللي جاي بشكل عام، وخصوصا بقى الاطفال. وده ببساطه لان الطفل ما عندوش الوعي الفكري اللي موجود عند الشخص البالغ، وبالتالي ابسط كلمه ممكن تقولها له ممكن تاثر فيه وتاثر في شخصيته في المستقبل. يا اخي ده الكلام ده بيحصل مع الكبار، ما بالك بقى مع الاطفال الصغيرين اللي ما يعرفوش اي حاجه في الحياه. الطفل اللي رسم رسمه وحشه وهو عنده 5 سنين، لو شجعته عليها وقلت له برافو رسمتك حلوه قوي، انت بترسم حلو جدا، ده هيخليه يبقى احسن في الرسم ويطور نفسه، وممكن في المستقبل يرسم احسن رسمه في العالم. والطفل اللي شكله وحش دلوقتي ومش جميل، لو قلت له الله انت شكلك حلو قوي، كلمه بسيطه بس ممكن تساعده ان ثقته في نفسه تزيد في المستقبل، وبالتالي يبقى شخص افضل وشخص سوي اكتر ومفيد اكتر لنفسه وكل اللي حواليه. والطفل اللي مش ذكي دلوقتي وهو عنده 5 سنين وعقليته ضعيفه، لو قلت له برافو انت ذكي وشاطر وبرافو عليك، ده هيخليه في المستقبل ممكن يبقى عبقري ويفيد نفسه ويفيد اللي حواليه، وممكن يفيدك انت كمان بشكل مباشر او غير مباشر. والعكس صحيح، لو قلت له ايه الرسمه الوحشه دي، انت رسمتك وحشه قوي، انت حمار في الرسم، ما تعرفش ترسم، ده يخليه يتعقد ويكره الرسم ويكره اللي عايزين يرسمه، وعمره ما هيتعلم اي حاجه. والطفل اللي شكله وحش ده، لو قلت له انت شكلك وحش، انت قبيح، ده هيخليه يفقد ثقته في نفسه وهيبقى شخص سيء، وممكن يطلع شخص مش سوي في المستقبل. والطفل الغبي اللي مش ذكي، اللي انت عملت تقول له انت غبي، انت حمار، انت ما بتفهمش، ده هيخليه في المستقبل يبقى اغبى واغبى، وممكن يبقى شخص شرير وشخص مضر لنفسه ولكل افراد المجتمع. انت كفرد من افراد المجتمع دورك مهم جدا في تكوين شخصية كل اللي حواليك. لو اتعاملت مع اللي حواليك بإيجابية هيساعدهم يبقوا إيجابيين ويبقوا أحسن، لو اتعاملت معهم بسلبية هيساعدهم إنهم يبقوا سلبيين وعمرهم ما هيبقوا أحسن. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. عمرك سألت نفسك أنت عايز تبقى إيه؟ عمرك سألت نفسك انت محتاج تبقى ايه؟ انا هقول لك انت محتاج ايه. انت محتاج تثقف نفسك، تتعلم حاجات جديدة، تكتسب خبرات حتى لو كانت بسيطة. ما هو الحاجات البسيطة لما بتتكون فوق بعضها بتعمل كم كبير. كل مشوار مهما كان طويل مش محتاج منك انك تبص عليه من بعيد، انما محتاج منك انك تبدا اول خطوه فيه. وده هدفي بقى، ان مش بس اعلمك مواد او لغه، انما كمان اني اعلمك ازاي تعيش حياتك، ازاي تعيشها صح. Learn different with أحمد حسن، معانا هتتعلم حاجات كتير علشان اللي جاي أكبر بكتير.